شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نتحدث في هذا اليوم بإذن الله تعالى حول بعض الشؤون المتعلقة بالسفر. وحديثنا في هذا اليوم يدور حول فصلين. الفصل الأول في حكم السفر. السفر أحيانا يلاحظ بما له من الطبيعة الأولية، يعني نلاحظ السفر في حد ذاته وبعيدا عن الطوارئ والعناوين الخارجية المنطبقة عليه، وتارة نلاحظ هذا الموضوع بما ينطبق عليه من العناوين الخارجية. أما بالنسبة إلى اللحاظ الأول، يعني لو لاحظنا هذا الموضوع في حد ذاته، ما هو حكم السفر بهذا اللحاظ؟ الجواب على ذلك، الفقهاء يقولون إن السفر في حد ذاته محكوم بحكم الإباحة، يعني هو أمر مباح متساوي الطرفين. مثل إذا واحد سألكم ما هو حكم شرب الماء، تجيبون على ذلك إن شرب الماء في حد ذاته أمر مباح، لا واجب ولا مستحب ولا محرم ولا مكروه، وإنما هو أمر مباح. السفر في حد ذاته أيضا أمر مباح على ما هو المعروف بين الفقهاء. أما لو لاحظنا السفر
بلحاظ الطوارئ. الطوارئ يعني العناوين الخارجية التي تنطبق عليه، وبعبارة أوضح إذا لاحظنا محتوى السفر، إذا لاحظنا الغايات التي يحققها السفر، إذا لاحظنا الأهداف التي يتوخاها المسافر، بهذا اللحاظ ينقسم السفر إلى 4 أقسام. القسم الأول السفر الواجب، في بعض الحالات يكون السفر واجبا شرعا، أو يكون السفر واجبا عقلا. مثل ماذا؟ نمثل ببعض الأمثلة. من جملة هذه الأمثلة، إذا الزوج أراد أن يصطحب زوجته في السفر، يريد أن يسافر ويريد أن تكون زوجته معه، وماكو هنالك عنوان من العناوين الثانوية الحاكمة، ما هو حكم الزوجة في هذه الحالة؟ الجواب: يجب على هذه الزوجة أن تسافر مع زوجها. هذا مثال للسفر الواجب. المثال الثاني: إذا كان السفر مقدمة للعلم الواجب، أنا في هذا البلد ما أتمكن أن أطلب العلم، لأن هذه الدرجة، هذا المستوى من العلم مو متوفر في البلد. المسلمون يحتاجون إلى علماء، لا فقط علماء في الفقه، وإنما أيضا علماء في الطب، علماء في الفيزياء، علماء في الصناعة. العلم الذي يتوقف عليه نظام الأمة علم واجب. إذا كان السفر مقدمة لتحصيل هذا العلم، يكون هذا السفر سفرا واجبا، إما بالوجوب الشرعي والعقلي، وإما بالوجوب العقلي فقط. هذا السفر واجب. إذا كان السفر مقدمة للهداية والتوبة، بعض الأفراد هؤلاء يتورطون في بعض الذنوب وفي بعض المنكرات وفي بعض المعاصي، ولكن هذا الوجدان الديني الموجود يأنبه، ما يخلي ينام في الليل، عندما يضع رأسه على الوسادة يفكر في هذه الذنوب وفي هذه المعاصي. ولكن هذا الانقلاع عن المعاصي يحتاج إلى مقدمة، والمقدمة هي السفر. ما أكثر الجنات
والمجرمين الذين ذهبوا إلى الحج وعادوا تائبين. بعد ما ذهب إلى تلك المشاهد وإلى تلك المشاعر، هذه غيرت من روحيته. أحد الإخوة ذكر لي أنه كنت في حالة الطواف، فرأيت واحد من الجنات من المجرمين وهو يطوف حول الكعبة في حالة الذل وفي حالة انكسار وفي حالة خضوع، ودموعه جارية على عينيه على خديه، وهو يخاطب الله سبحانه وتعالى: عبدك ببابك، عبيدك ببابك، مسكينك ببابك. فقلت في نفسي: إذا مثل هذا الجاني كان يعرفه، إذا مثل هذا الجاني يطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، ليش يطمع في رحمة الله؟ لأن الله هو الذي فتح هذا الباب. إذا الله ما كان يفتح الباب، ما كان واحد يطمع. مثل فد واحد مقتدر ينهر الفقراء، أي فقير يجي ينهره، بعد ما يجي فقير عنده. ولكن إذا واحد مقتدر لين العريكة طيب الأخلاق، الناس يطمعون في كرمه، الفقراء يجون عنده يطلبون منه، وربما يحرجونه. الفرد إذا كان لين، الأفراد يحرجونه، يضعونه في مواقف حرجة، يجون يطلبون منه ما لا يليق بشأنه. من اللي فتح هذا الباب؟ هو الذي فتح هذا الباب. الله تعالى هو الذي فتح هذا الباب. ليش هذا الجاني وهذا المجرم بعد عمر من الإجرام والمعصية يطمع في رحمة الله؟ لأن الله فتح هذا الباب. يقول: يا عبادي تعالوا، كل ليلة في السحر على ما أتذكر، مضمون الرواية، ينادي المنادي: هل من تائب فأتوب عليه. وفي ليلة الجمعة من أول الليل على ما أتذكر، الله أو ملك من قبل الله يقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضي حاجته. هو اللي فتح هذا الباب. فقلت: إذا كان مثل هذا الرجل يطمع في رحمة الله وفي عفو الله، فما بالنا نحن اللي ما مسوين هذه الذنوب وهذه المنكرات؟ على كل حال، كثير من الأفراد هؤلاء تغيروا بعد أن ذهبوا إلى الحج، بعد أن ذهبوا إلى العمرة، بعد أن ذهبوا إلى العتبات المشرفة في مشهد، في المدينة، في الشام، في العراق. إذا كان السفر مقدمة لتحقيق هذا الواجب، يعني كان مقدمة للتوبة، كان مقدمة للهداية، كان مقدمة لتغيير الذات، التغيير الواجب يكون واجبا ولو بالوجوب الغيري. ويظهر من بعض الفقهاء كصاحب العروة رحمة الله عليه في كتاب النكاح في بحث آخر أن هذه المقدمات واجبة بالوجوب الشرعي أيضا. راجعوا كتاب النكاح في أقسام النكاح. إذن بلحاظ العناوين الخارجية، بلحاظ محتوى السفر، بلحاظ الأهداف التي يحققها السفر،
السفر قد يكون واجبا. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني السفر المستحب. إذا كان السفر مقدمة لمستحب يكون مستحبا على ما ذكره صاحب العروة في كتاب النكاح في بحث آخر. طبعا سفر زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه رزقنا الله وإياكم هذه مستحبة. هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث السفر المحرم. السفر المحرم ما هو مثاله؟ المثال الأول سفر الزوجة بدون إذن زوجها إذا عد ذلك نشوزا هذا محرم. سفر الفرار من الجهاد الفرار من الزحف هذا محرم. السفر إذا كان يتأذى الأبوان بذلك الأب والأم يتأذيان بهذه السفرة هذا محرم. على تفصيل يذكره بعض الفقهاء في كتبهم الفقهية. إذا كان السفر مقدم لحرام مثل الآن كثير من الأفراد البعيدين عن الدين والإيمان أو المتدينين اللي إيمانهم نوعا ما ضعيف السفر يكون مقدم لمحرم لأن هذا ما عنده مناعة إيمانية كافية. هذا يسافر إلى بلد من البلاد اللي ما يتمكن يحفظ في ذلك البلد دينه وإيمانه. واحد يقول نروح وإن شاء الله لا يحدث هنالك شيء هذا مو صحيح. مثل هذا واحد يخلي إيده في فم الأفعى يقول إن شاء الله ما يصير شيء ربما صارش. هذا عمل غير عقلائي عمل غير منطقي. الإنسان الذي لا يثق أنه يتمكن أن يحفظ دينه وإيمانه في بلد أن يذهب إلى ذلك البلد. أفرض أنا أتمكن أنا الكبير أن أحفظ ديني وإيماني ولكن ما شأن هؤلاء الأطفال؟ هذا الطفل اللي واحد ياخذه إلى سفر إلى بلد من بلاد الكفار ويذهب بهم إلى جو غير إسلامي هذا الطفل شخصيته مو مبنية. هي هذه الأشياء دا تبني شخصيته يعني هذا الجو دا يبني شخصيته هذا المنظر دا يبني شخصيته. هذا عندما يشوف منظر غير شرعي في الشارع هذا ما الذي يفعل في شخصية هذا الطفل وفي نفسية هذا الطفل؟ يمكن الآن ما يقول شيء ولكن هذا المنظر يبقى مختزن في نفسية هذا الطفل وهذا يؤثر به إلى بعد 40 عام. يمكن هو هذا المنظر يؤثر فيه. الأجواء جدا مؤثر. لذلك حقيقة إذا أكو هنالك خطر على الإنسان الإنسان ينبغي أن لا يذهب إلى هذه البلاد. مرة واحد يروح لطلب العلم مع الحفاظ على دينه وإيمانه ما يخالف.
مرة واحد يضمن ما يخالف، مرة واحد يذهب للهداية والإرشاد كما كان يفعله آباؤنا وأجدادنا. حتى التجار كانوا يذهبون إلى بلاد الكفار لهدايتهم وللتجارة، يتاجر ويهدي. الآن هؤلاء المسلمين اللي موجودين في تلك البلاد، المسلمون في تايلاند، هذا منين بدأ؟ واحد يقال له أحمد القمي، هذا راح إلى تايلاند وهو رجل غريب أجنبي بمنطقه، وبدأ بالهداية والإرشاد والتبليغ حتى أصبح وزيرا في تلك البلدة، وهدى قطاعات كبيرة من الناس. والآن إذا تروحون إلى هناك قبر موجود يزار قبره الشيخ أحمد القمي، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بزيارته وبالدعاء عنده وتطلب عنده الحاجات. الشيخ أحمد القمي مزار معروف في تلك البلاد. مرة واحد يروح لطلب العلم، مرة واحد يروح للهداية، مرة واحد يروح وهو يضمن أنه لا ينحرف، ما بيشكل. ولكن إذا واحد يخاف، الأفضل أن الإنسان لا يقف على شفا حفرة من النار، لأنه إذا تقدم خطوة واحدة يقع في النار. وبعدين هذه البلاد، المدينة المنورة، مكة المكرمة، مشهد، قوم، كربلاء والنجف والكاظمية لمن يقدر، وسامراء. الروحانية اللي واحد يشعر فيها بها في تلك البلاد، هذه لا يجدها في مكان آخر. الروحانية، البركات، الخيرات. كثير من الآباء والأجداد كانوا يقومون بعمل شاق، عمل شاق مشكل، وهذا العمل أنه كانوا يهاجرون من بلادهم. كانوا يجون إلى كربلاء، كانوا يجون إلى النجف وهو غريب في تلك البلدة ولا يعرف أحد، يترك أهله وعائلته وعشيرته وأقربه، يجي في تلك البلدة، يبقى في تلك البلدة. واحد هذه الحالات لا يشعرها وهو في بيته، لا يشعر بها وهو في بلده، هذه الحالات يشعر بها هناك، يعني في حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه. واحد يشعر بتلك المعنوية، هنا ما يشعر بتلك المعنوية مهما حاول. في بيت الله الحرام، في البقيع، في حرم النبي صلى الله عليه وآله، واحد يشعر بهذه الحالة، أما في بيته لا يشعر بهذه الحالة. تلك الروحانية، ذلك الصفاء، ذلك الخشوع، ذلك الخضوع. أكو رواية البعض يتعجبون منها في باب الحج، مضمون الرواية، المضمون التقريبي، قال للإمام صلوات الله عليه أو للنبي صلى الله عليه وآله: أنا فاتن الحج، أنفق في سبيل الله بمقدار نفقة الحج يكفي؟ فقال له: وهل في إنفاقك الوقوف بعرفات؟ قال: لا. حتى إذا واحد أنفق في سبيل الله هذا مهم، ولكن الإنفاق ما في الوقوف بعرفات. هل في إنفاقك الوقوف بالمشعر في ذلك الليل وتلك الأجواء الموجودة في المشعر؟ قال: لا. هل في إنفاقك الطواف حول بيت الله؟ هذه الحالة اللي واحد يشعر بها وهو يطوف حول بيت الله في وسط الألوف من الناس، في الإنفاق موجودة؟ لا.
فإذا في الواقع هذه المشاعر وهذه الأحاسيس وهذا التغيير الباطني لا يوجد والإنسان في وطنه، هذا يحتاج إلى جو آخر، وهذا الجو يوجد في هذه المواقع. والنوع الرابع والأخير السفر المكروه، فيما إذا كان السفر مقدمة لمكروه. هذا هو الفصل الأول وهو حكم السفر. أما الفصل الثاني ونختصره فهو في بعض الأحكام المتعلقة بالسفر، ونذكر هذه الأحكام بالذات الذين يسافرون إلى البلاد الأجنبية. نذكر هذه الأحكام ضمن ثلاثة عناوين. العنوان الأول قضايا الطهارة والنجاسة. الإنسان يذهب إلى بلد مو مقيد بقضايا الطهارة والنجاسة، أكو هنالك قاعدة ضمن مجموعة قواعد، هذه القواعد الفقهاء يسمونها بالقواعد الترخيصية، الشارع جعل هذه القواعد لتسهيل حركة الحياة أو تسهيل حركة المكلف في الحياة. من جملة هذه القواعد أو الأصول أصالة الطهارة، كل شيء طاهر، يعني البيوت الموجودة هناك إذا واحد ما يعلم بنجاستها أو طهارتها كلها طاهرة، القطارات الموجودة إذا واحد ما يعلم بطهارتها ونجاستها كلها طاهرة، الأطعمة الموجودة هناك الإنسان لا يعلم أنها طاهرة أو نجسة كلها طاهرة، إلا إذا علم الإنسان علما قطعيا بالنجاسة. هذا واحد. اثنين، إذا واحد يعلم علما إجماليا أن هذا البيت أو هذا المكان فيه أشياء نجسة، كثيرا ما هذا العلم الإجمالي يكون موجود، هذا البيت اللي عاش فيه الكافر لابد شرب فيه الخمر فوقعت قطرة من الخمر في هذا المكان في مكان من البيت، أو أنه عندهم حيوانات نجسة العين وهي محشورة معهم، فربما يعلم الإنسان أن بعض المواقع نجسة، هذا مو فقط في بلادهم حتى في بيوتنا، الطفل ينجس مكان من السجاد في البيت ولكن واحد ما يعلم وين، مكانه مو معلوم. هنا ما هو حكم الملاقات مع هذه المواقع المشتبهة؟ الجواب على ذلك الملاقات مع هذه المواقع إذا واحد ما يعلم بأنه لاقى نقطة نجاسة يحكم على هذا الملاقي بالطهارة. يعني أكو هنالك، أجيب لكم مثال، 100 لبنة في البيت، أنا أعلم أن اللبنة من هذه 100 نجسة، فوضعت قدمي على لبنة
اللبنة الأولى، أعلم أنها لاقت المنطقة المتنجسة؟ لا. يحكم على الملاقي بماذا؟ يعني على القدم بالطهارة. ثم وضعتها على النقطة الثانية، اللبنة الثانية، أعلم أنها لاقت المنطقة المتنجسة؟ لا. إذن يحكم على القدم بالطهارة. وهكذا إلى 99 لبنة، إذا وضعت القدم الرطبة عليها يحكم عليها بالطهارة. نعم، إذا واحد وضع قدمه على 100 لبنة، يعني حجر آجر، وكانت رجله رطبة، يعلم بملاقات النجاسة. إذن مهما كان البيت نجسا، ولكن أنا عندما أضع قدمي لا أعلم أنني لاقيت المنطقة المتنجسة أم لا، يحكم على هذا الملاقي بالطهارة، طاهر. ثالثا، بالنسبة إلى أهل الكتاب، إذا واحد لامسهم برطوبة، يعني تصافح معهم مثلا، أو لامسوا طعام وأيديهم رطبة، في أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب هم اليهود والنصارى والمجوس، هذه الطوائف يقال لهم أهل الكتاب. في هذه المسألة هنالك رأيان بين الفقهاء، رأي يقول بأن أهل الكتاب نجسون بالنجاسة الذاتية، ورأي يقول بأن أهل الكتاب طاهرون بالطهارة الذاتية، يعني مثل المسلمين اليهود والنصارى والمجوس. ففي هذه المسألة كل واحد يرجع إلى مرجع تقليده. الوالد حفظه الله يرى أن الأولى والأفضل التجنب عنهم، يعني مو لازم ولكنه أفضل. المسألة الرابعة، غير أهل الكتاب، يعني الهندوس مثلا، الشيوعيون، العقائديون إذا كانوا، البوذيون، هؤلاء نجسون، وإذا لاقوا شيئا برطوبة يكون هذا الشيء نجسا. خامسا، إذا الكافر النجس لاقى شيئا وشككنا أنه لاقاه برطوبة أو بغير رطوبة، يعني واحد صافح مع بوذي ولكن شك أن يده كانت رطبة أو لا، أو كانت رطبة ولكن شك أن هذه الرطوبة انتقلت أو لا، لأن أحيانا الرطوبة جدا تكون قليلة بحيث لا تنتقل، ما أعلم، شايفين الأشياء اللي يخلوها بالسراديب قديما لولا، يصير رطبة ولكن هذه الرطوبة ما تنتقل. هذا الكافر النجس لاقى شيئا، صافحته أو لاقى طعاما، ولكن ما أعلم أنه لاقاه برطوبة أو لا. إذا كانت رطوبة، هذه الرطوبة انتقلت أم لا، يحكم على هذا الشيء بماذا؟ بالطهارة. هذا العنوان الأول. العنوان الثاني، الحلية والحرمة. جميع الأشياء الموجودة في البلاد الأجنبية محكومة بالحلية، كل شيء لك حلال، هذا أيضا أصل من الأصول الترخيصية التي جعلها الشارع لتسهيل حركة المكلف في الحياة، كل شيء حلال وكل شيء طاهر. أكو هنالك أطعمة، أكو كلام
أنه فيها مواد محرمة أو مواد مشبوهة. أكو هنالك حرف يكتب على بعض الأطعمة، واحد ما يعلم أن هذا الحرف يرمز إلى ماذا، شنو معناته. هذه الأطعمة جميعا إذا ما قامت شهادة شرعية، بينة شرعية، إذا ما علمنا، إذا ما اطمأننا، يحكم عليها جميعا بالحلية. فإذن جميع المأكولات من البلاد الأجنبية محكومة بالحلية. سؤال: هل هنالك استثناء من هذه القاعدة؟ الجواب: نعم، هنالك استثناءان. الأول اللحوم، الثاني الشحوم. كل اللحم وكل الشحم جاء من البلاد الأجنبية فهو محكوم بالحرمة ومحكوم بالنجاسة، يعني نجس وحرام. إلا إذا واحد علم أو اطمأن أو قامت عنده بينة شرعية أو شهد عنده العادل أو شهد عنده الثقة على أن هذا اللحم حلال. أما إذا ما يعلم، جميع اللحوم والشحوم من البلاد الأجنبية محكومة بالحرمة. الجلود محكومة بالنجاسة، هذا داخل في العنوان الأول، الجلود الطبيعية من الحيوانات التي يدفق دمها عند الذبح، يعني مثل الخروف، البقر، هذه اللي مجلوبة من البلاد الأجنبية، إذا علمنا أنها طبيعية فهي محكومة بالنجاسة. الجلود لا تؤكل، وكلامنا في المطاعم والمشارب. إذا أكو هنالك طعام فيه الدهن ولكن ما نعلم أن هذا الدهن حيواني أو نباتي، ما هو حكمه؟ الجواب: يحكم عليه بالحلية، حلال، إذا ما نعلم أنه حيواني أو نباتي. كثير من الأفراد الذين يذهبون إلى البلاد الأجنبية يأكلون الأسماك، يقولون هذه الأسماك حلال، لأنه عادة السمك لا يموت في الماء وإنما يصيدوا بالشباك. الجواب على ذلك: إحنا ما علينا غالبا، هذه السمكة الموضوعة أمامك، هل تعلم أن الإنسان اصطادها وأنها ماتت خارج الماء وأن لها قشر؟ تعلم أو لا؟ غالبا يصيدون بالشباك ويموت خارج الماء، الغلبة مو حجة في البلاد الأجنبية. هذه السمكة الموضوعة أمامنا، هل هي اصطادها الإنسان؟ تعلم؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة، هاي قضية وجدانية. تعلم أنها ماتت خارج الماء؟ تعلم أن لها قشر؟ إذا علمت بهذه الأمور الثلاثة فهي حلال. أما إذا الإنسان ما يعلم فلا حق له أن يأكل منها، إذا مأخوذ من يد المسلم، من سوق المسلمين، من مطعم مسلم، وأنا ما أعلم مصدر منين، من بلادنا، من البلاد الأجنبية، ما بيشكر، أقول إن شاء الله حلال. ولكن إذا أخذته من يد الكافر أو من سوق الكافر، من المطعم الكافر، من الدكان الكافر في بلاد الكفار، فهذا السمك محكوم بالحرمة ولا حق للإنسان أن يأكله.
العنوان الثالث والأخير عنوان عبر عنه الشارع بأنه عمود الدين، الصلاة. الصلاة جدا مهمة، الصلاة في الحضر جدا مهمة، الصلاة في السفر جدا مهمة، عمود الدين بعد. هو هذا التعبير من قبل الدين دليل على أهمية الصلاة. الحقيقة الصلاة هي التي تعطي بالذات إذا واحد يصليها بخشوع بخضوع، صلاة مودع في الأحاديث، هذه تعطي الإنسان طاقة عجيبة على مواجهة الحياة، على مواجهة المعاصي، على مواجهة الذنوب، على تحمل الطاعات. الصلاة لا تترك بحال، حتى الإنسان في الطائرة يجب عليها أن يصلي، إذا ضاق الوقت يصلي في الطائرة. القبلة كيف يحددها؟ حسب البوصلة أو حسب السؤال. إذا ما عرف القبلة وما ظن بجهة القبلة، إذا عرف القبلة ويصلي باتجاه القبلة، إذا ما عنده علم وماكو شهادة شرعية يصلي طبقا لظنه، أظن أن القبلة من هنا حسب حركة الشمس أو القمر أو حسب بيوت النمل، لأن البيت يبني النمل يبني بيوته على شكل يمكن أن تكتشف من اتجاه القبلة. الجنود يعرفون هذا الشيء، يعلموهم. أما إذا واحد ما عنده لا علم ولا بينة ولا عنده ظن، ففي هذه الحالة يصلي إلى أي جهة شاء، فأينما تولوا فثم وجه الله. وبعض الفقهاء يقولون الأفضل أن يصلي إلى أربع جهات. على كل حال الإنسان يجب أن يهتم اهتماما كبيرا في سفره في حضره بهذه الشعيرة الإلهية، وأن يعتبر الصلاة كبيرة في نفسه، وأن لا يتهاون. واحد أول الوقت يصلي ويهتم بهذه الصلاة، حتى أكو في الأحاديث أن واحد يتوضأ قبل الوقت، مو بعد ما صار الوقت وأذن المؤذن واحد يقوم يتوضأ، الله يقول له قم صلي، هو لاهي قبل الوقت. واحد يفكر يعلم أولاده يتوضأ بنية التهيؤ، إذا الوقت قريب، إذا الوقت بعيد يتوضأ بنية القرب إلى الله، حتى بمجرد ما أذن يكون حاضر. وأكو في الأحاديث من أخر الوضوء إلى أن أذن المؤذن، يعني دخل الوقت، فما وقر الصلاة، هذا ما جعل للصلاة وقارها اللازم. نختم كلامنا بهذه القضية، هذه للسفر وللحضار. كان هنالك أحد الحكام اسمه مكتوب بالتاريخ يقال له طغرل، الظاهر أنه رئيس السلسلة السلجوقية. نذكر هذه القضية للاهتمام بالصلاة، وأن الإنسان يجعل الصلاة عذرا لكل شيء ولا يجعل أي شيء عذرا للصلاة. أي عمل عنده واحد يتركه لأجل الصلاة. كان عنده وزير ذكر عنه أنه كان رجل متدين مؤمن عالم، هذا كل يوم بعد صلاة الصبح كما كان يفعله آباؤنا وأجدادنا، احنا خو منهجنا جدا تغير، كان يصلون صلاة الصبح، قبل كانوا يصلون صلاة الليل، بعد صلاة الصبح كانوا يقعدون في مصلاهم إلى أذان إلى طلوع الشمس بالذكر والتعقيد. كاتبين في أحوال أحد العلماء أنه كان بعد صلاة الصبح يسبح تسبيحة الزهراء صلوات الله عليها، ومع كل كلمة
يعني مع كل الله أكبر تجري دموعه، يقول فد الله أكبر ويبكي، يقول فد الحمد لله ويبكي. وكان هذا الذكر يعني تسبيحة الزهراء تأخذ منه إلى طلوع الشمس، يعني حدوث ساعة، هالشكل كانوا. على كل حال احنا منهجنا هو يبتعد. فكان هذا الوزير العاقل المتدين يجلس بعد صلاة الصبح ويسبح الله ويذكر أو يقرأ القرآن إلى الطلوع، وبعدين كان يجي عند السلطان. في يوم من الأيام السلطان بعث إليه في مهمة عاجلة، فجاءوا إليه وهو في مصلاه بعد صلاة الصبح، وقالوا له إن السلطان يريدك، السلطان يريدك. فلم يلتفت إليها، قالوا له مرة ثانية السلطان في قصره يريدك وعنده شغل عاجل، فلم يعتن به. مرة ثالثة قالوا له فلم يعتن به، فرجعوا إلى السلطان وقالوا إن هذا الوزير لم يعتن. فاستشاط السلطان غضبا ويتأثر. إلى أن بعد فترة بعد ساعة كذا إجا الوزير، كاتبين اسمه في التاريخ أيضا، وكنيته أبو منصور. فجاء فالسلطان أخذ يصرخ في وجهه، لماذا تأخر؟ فقال أيها السلطان أنا عبد لله أولا وخادم للسلطان ثانيا، أنا أول لازم أفرغ من وظائف العبودية، بعدين آتي إلى خدمة السلطان. هذه الكلمات اللي كانت خارجة من قلب الوزير سكنت غضب السلطان وقال له أحسنت، بارك الله فيك، بمثل هذه الروحية تحفظ البلاد، هكذا تحفظ البلاد. الإنسان يجب أن يعلم أولا أنه عبد لله، وثانيا يشتغل بشؤون الحياة. هذا الإنسان لازم يخليه في سفرة وفي حضرة. يجب أن نحاول أن نهتم بالصلاة، هذه الصلاة التي نصليها ربما تكون صلاتنا الأخيرة، واحد ما يدري، الدنيا ما فيها أمان. الأحاديث تقول هكذا صلوا. وأنقل هذه القضية أيضا، أحد الإخوة الآن موجود في مشهد، قال أنا ابتليت بآلام في اللثة ونزيف، هذه القضية سمعتها منه مباشرة وأيضا نقلت لي بالواسطة، شعرت بآلام في اللثة ونزيف وكذا، وتركت هذه القضية ما اعتنيت بها، إلى أنه في ليلة من الليالي واحد قال لي أن هذا خطر، أنت راجع الأطباء لا تترك هذه الحالة. يقول أنا مرحت ما أدري ساعة 10 بالليل كان في مشهد إشقال، والثلوج دا تنزل وبرد شديد، أروح إلى محلات الأطباء كلها مغلقة، هذا مغلق ذاك مغلق ذاك مغلق. المهم قمت أبحث إلى أن وجدت طبيب، رحت عنده كان يريد يغلق، قلت له شوف حالتي، يقول باوع وكرر النظر وقال لي أنه أفهمني هذا المطلب أنه حالتك حالة خطيرة، وأن هذا المرض هو المرض الخبيث والعياذ بالله، وأمرك منتهي. يقول عندما قال لي هذه الكلمات واحد يشعر أنه انتهى، الدنيا أخذت تدور في عيني واسودت الدنيا في عيني.
طلعت أريد أنزل من الدرج، رجلي ما تحملني. يقول في تلك الحالة اجيت إلى حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه، الأبواب مغلقة يم الباب. يقول إذا كنت في غير هذه الحالة 5 دقائق ما كنت أتمكن أتحمل البرد القارس في مشهد، ولكن الإنسان اللي شعر بالنهاية هذا بعد الآن ينتهي. الإنسان المحكوم عليه بالإعدام، شايفين لو ما شايفين، أنا شايف محكوم عليه بالإعدام، نقل لي حالته قبل الإعدام شلون كانت، وعندما صلى قبل الإعدام شلون كان. فيقول اجيت وقفت 2 ساعة قال لي أو 4 ساعات أنا واقف عند الحرم، حرم الإمام يعني عند الباب الخارجي، وأبكي وأتضرع وأتوسل بحالة عجيبة. يقول بعدين اجيت إلى البيت، فتحت الباب بهدوء، رحت إلى الغرفة اللي فيها زوجتي وأطفالي، فأخذت أنظر إليهم وأبكي أنه هذه زوجتي بعد أيام أو بعد فترة تصبح أرملة وأولادي يصبحون يتامى. أخذت أنظر وأبكي. بعدين رحت إلى الغرفة الثانية وأخذت السجاد، رفعت عن الأرض، على الأرض مو على السجاد، وأخذت أصلي وأبكي وأتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول في ذلك الوقت فهمت حديث النبي صلى الله عليه وآله، وصل صلاة مودة. أنا في حياتي ما مصلي مثل هذه الصلاة، صلاة المودة. النبي يقول صلى الله عليه وآله دائما صلوا هالشكل. على كل حال يقول للصبح ما نمت. احنا مو معلوم، يمكن بعد 10 دقائق واحد مات، يمكن بعد 2 دقيقة واحد مات. فلازم واحد يخلي هذه النقطة في ذهنه. يقول للصبح صليت، الصبح العيادات فتحت، رحت إلى طبيب ثاني. يقول فنظر إلي وباوع وقال كل شيء ما فيك، أي شيء ما فيك هذا. هذا فتشي كلش جزئي وينتهي. المهم يقول قلت له اعطيني دواء. المهم قال دواء ما يحتاج. يقول أصريت عليه، يقول فتشي كتب، رحت للصيدلية اعطوني قرص مقوي، هذا هو هالشكل من باب كذا. على كل حال الإنسان يجب عليه أن يهتم اهتماما كبيرا بالصلاة، بأداء الصلاة، بالخشوع في الصلاة. إذا الإنسان بدأ بذلك حياته تتغير حقيقة. إذا أصلح الإنسان صلاته فقد أصلح حياته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق ودوام التوفيق وحسن العاقبة، وأن يعجل لولينا الفرج ويجعلنا من أعوانه وأنصاره، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق
مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.